من الاستوديوهات الفنية الملهمة إلى مختبرات الأدلة الجنائية عالية التقنية، من أرضيات المعامل الصناعية إلى الاستيلاء على مواقع التزوير السرية في أدغال كولومبيا، ما هي طرق صناعة وحماية العملة التي هي أكثر شيء مرغوب على الأرض؟ ابقوا مع جهاز الأمن السري الأمريكي والبنك المركزي الأمريكي وأداري صك العملة الأمريكية ومكتب حفر وطباعة العملة لنكتشف آلة صناعة الأموال التي تعمل باستمرار. كونوا أول من يرى صناعة الجيل الجديد لورقة $20 الملونة. تابعوا كيف يجد المقاولون طرقا لتبني ثروة من صك العملة، ولنكتشف كيف يخالف أشخاص المبدعون النظام ليصنعوا عملتهم الخاصة بهم. أعتقد أن علينا جميعاً الاهتمام بأموالنا، لكن لسوء الحظ معظم الناس لا يفكرون حتى بقيمة المال. نستعمله يومياً ونعمل طيلة حياتنا من أجل الحصول عليه، لكن ما مدى معرفة الشعب الأمريكي بعملته؟ المال على العموم فكرة رئيسية ما تزال غير مطروحة للنقاش. كيف يتم صنعه ومن يتحكم بالكمية المضروبة وأسبابها؟ أتعلم؟ ليست لدي أدنى فكرة. لا أعرف شيئاً عن ذلك. ماذا يجعل ورقة نقدية أكثر قيمة من الورقة المطبوعة عليها؟ السبب هو الذهب، خزينة ذهب البنك المركزي. في الواقع أنا لا أعلم شيئاً. هل لاحظ أحد لمن هي الوجوه المطبوعة على الأوراق النقدية التي نراها وننفقها يومياً؟ أتعرف صورة من على ورقة $50؟ كوينسي آدم؟ لينكولن؟ لا، إنه جاكسون. لينكولن؟ جراند. هناك إجماع بعدم معرفة شيء عن المال وعملية صك العملة المعقدة. إنها عملية تشمل فريق عمل متناسق مكونا من بعض المنظمات الأمنية الأكثر التزاما في البلد. يقولون أنك عندما تملك المال يذهب بسرعة، لكن مكتب حفر وطباعة العملة يصك النقود بشكل أسرع مما تستغرقه أنت لإنفاقها. سنسك في السنة القادمة 9 بليون ورقة نقدية تقريبا، تصل قيمتها $500 مليون تقريبا وفقا للقيمة الإسمية للعملة في كل أيام السنة. نصنع حوالي 600,000 ورقة يوميا. مكتب حفر وطباعة العملة أسس عام 1877 بشكل مهمة من 6 أفراد في وزارة الخزينة. اليوم يوظف هذا المكتب أكثر من 2500 عامل في صك العملة في مبانيه الموجودة في العاصمة واشنطن وفورث وورث تكساس. توظف هذه المنشآت فنانين، علماء كيمياء، مهندسين ومحترفين يستخدمون كل شيء، من أساليب الرسم التقليدية القديمة في العالم إلى الأجهزة عالية التقنية لصنع العملة الأكثر طلباً على الأرض. بالنسبة لمعظمنا حين نأتي إلى هنا يومياً نرى ذلك المال، وهو لا يبدو فعلياً كمال، إنما مجرد منتج. لو عملت هنا لأكثر من 4 أسابيع وما زلت تراه على أنه مال، فربما هذا ليس المكان المناسب لك. انظر إليه كما تشاء، كمنتج أو شيء ثمين تملكه، لكن ستلاحظ شيئاً واحداً، هو أن وجه العملة كما نعرفه يخضع لتغيير رئيسي. لأول مرة في ذاكرة معظمنا تصك الولايات المتحدة جيلاً جديداً من ورقة $20 ملونة. عملة الولايات المتحدة هي عملة تقليدية جداً في الحقيقة. منذ عام 1928 هي نفسها. نقوم بتغيير عملتنا حين نشعر بخطر يهددها جراء التزوير، ولدينا طريقة لإيجاد ميزات حماية جديدة. بالإضافة لتغيير اللون الواضح، ورقة $20 الجديدة مليئة بميزات حماية جديدة. بالرغم من أن تغيير اللون سيتطلب وقتاً ليعتاد الناس عليه، ما تزال الورقة النقدية تحتفظ بالشكل والملمس والأمان التي سيلاحظها الأمريكيون حين يلمسونها لأول مرة. لنحصل على فرصة اختلاس نظرة على صناعة أكثر ورقة نقدية محمية في التاريخ، سنعود لبداية صك العملة والتي تبدأ من هنا. ما نلمسه وننفقه ونستعيره ونبيعه يومياً يبدأ في الواقع كفن. أهلاً بكم في قسم النقش في مكتب حفر وطباعة العملة في واشنطن. أول وأكثر جزء مثير للجدل في عملية صناعة المال النقاشون. هنا كالخبير توماس هيبشن يصممون ويعيدون تصميم أجزاء منفصلة من القطعة الفنية.
أنا رسام صورة العملة النقدية المصرفية. لقد عملت لدى مكتب حفر وطباعة العملة لمدة 34 سنة. سترون عمل إبشن تقريباً على كل ورقة نقدية هناك. قمت بتنفيذ الرسوم على ورقة العشرين والخمسين والمائة دولار وأيضاً الخمسة دولارات. إنها عملية صعبة بالغة الدقة، تستغرق أكثر مما قد يتخيله معظمنا. صورة بحجم كبير وخط رفيع تحتاج من 300 إلى 500 ساعة لنقشها. المصمم بيل كرازويتس أمضى سنتين ونصف السنة وهو يصمم ورقة العشرين دولاراً الجديدة. قد تفكر وتقول لنفسك: يا إلهي، إنها ورقة مساحتها 2.5 × 6 إنشات، كيف يمكن للمرء العمل على شيء بهذا الحجم؟ لكن هناك اختبارات عديدة علينا إجراؤها، كما يجب أن يبدو شكلها جميلاً. نتيجة اجتماع الكونغرس الأمريكي، تخضع العملة التقليدية الآن لتحول لم يوجد من قبل في الولايات المتحدة. حين أخبر الناس عن عملي، يكون رد فعلهم الأولي أن العملة لم تتغير، ويسألون: ماذا تفعل؟ هل تجلس بلا عمل؟ لا، ينص القانون الذي سنه الكونغرس أن العملة ستتغير كل 7 إلى 10 سنوات. يأتي دور ورقة الخمسين دولاراً ثم المئة وهكذا، لكن لأن العملة تتغير، هذا لا يعني أن الرسامين لديهم فرصة للبدء من جديد. ليس مصرحاً لنا بالكامل تصميم الرسوم بالطريقة التي نريدها. أمسكوا ورقة نقدية ولاحظوا خصة شعر جاكسون أو لياقة على معطف جارنت. كانت هذه النقاط الدقيقة محط الصراع، ويتم اختيارها وفقاً لفحص دقيق. هناك ميزات حماية بالإضافة إلى الفن. كانت العملة تصنع أصلاً باستخدام وسائل القص واللصق على الطاولة، ومستقبل تصميمها يستخدم برمجيات احتكارية. هذه الآلة رائعة جداً، فبإمكاني استخدام خاصية التكبير لصورة واضحة جداً أكثر من 500,000% لكي تعطيك صورة قريبة جداً. سواء كانت التقنيات تقليدية أو محوسبة، لابد أن تصمد القطع المصنوعة أمام اختبار الوقت ويكون منظرها جميلاً بالنسبة لأصعب النقاد في العالم الأمريكيين. تم تداولها في أيدي ملايين الأمريكيين، لذا أعتبر وجودها هنا ميزة. الخطوة الأولى في عملية مميزة معروفة بالنقش الغائر. هذه الرسوم الفردية المنقوشة مطبوعة ومنقولة ومجمعة في صورة واحدة قبل تثبيتها في آلة الطباعة القديمة التي يصل عمرها لـ200 عام. يجب أن تكون الصورة نظيفة. هناك بعض الغبار على جبهته. تحت الضغط الكبير الذي يصل لأكثر من 25 طناً، قد تفسد قطعة صغيرة من نسل قماش الصورة بأكملها. سأراجع هذه اللفة 200 مرة. عندما تكتمل الصورة بشكل مثالي، يضيف النقاشون أرقاماً وأيقونات عليها، وفي مرحلة ما قبل الطباعة تتم مراجعة الصورة للتأكد من أنها بلا عيب قبل طباعتها. لدى المصممين أفكار رائعة ومواهب فنية، لكنهم لا يعرفون دائماً ما هي أوضاع آلة الطباعة، لذا يتم التلاعب بالرسمة وتشكيلها وتركيبها على ألواح. تتم إضافة أختام البنك المركزي الأمريكي والخزينة بواسطة آلة ليزر عالية التقنية. وإن كان اللوح في مستوى جيد، تتم الطباعة عليه. هذا المبنى هنا ينتج في الحقيقة 54% من العملة الوطنية، ونحن فخورون جداً بذلك. في الجيل الجديد من العملة تمت إضافة ألوان بارزة للخلفية لجعلها محمية أكثر، لكن وضع ألوان جديدة يتطلب عملية طباعة إضافية وتوسعاً في مبنى فورت وورث. كان السبب الأساسي للتوسع إدخال آلات طباعة جديدة وآلات طباعة تزامنية جديدة بتقنية الأوفسيت. آلات الطباعة التزامنية تنتج عملة بوجه وظهر في آن واحد، وهي طابعات تستخدم تقنية أوفسيت التي تدمج اللون. في الأسفل تدور آلة الطباعة التزامنية الضخمة، وهي واحدة من 24 آلة طباعة ضخمة. يتم تحميل ورق فارغ في الطابعة الضخمة ورقة ورقة، وهي تطبع 10,000 ورقة في الساعة. ثم تأتي عملية الطباعة الغائرة، وهي عملية ثلاثية الأبعاد، حيث توضع الورقة في اللوح الغائر وينتقل الحبر إليها، ثم يصبح الرسم على الورقة النقدية ملموساً قليلاً، مما يجعل الناس يميزون العملة الحقيقية عن المزورة.
في الحقيقة يملك جهاز الأمن السري الأمريكي تقنيات ليست بسرية حول ميزات الحماية الجديدة. هنا 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 يكمن السر في معرفة ما تبحث عنه. بعض ميزات الحماية الواضحة التي نود الإشارة إليها هي الحبر المتغير. حين تنظر إليه هذا الحبر يتغير لونه هنا، وهذه ميزة أخرى، وجود خيط سري في الورقة، وتستطيع كشفها تحت أشعة فوق بنفسجية. رؤية بعض الأوراق النقدية المزورة قد يساعد أيضا. يستخدم بعض المزورين ورقة عملة نقدية حقيقية من بلد آخر، يأخذون العملة الحقيقية ويزيلون اللون منها ويطبعون $100 مزور عليها. ستلاحظون هنا على الدينار العراقي هناك علامة مائية لرأس حصان، وعلى ورقة الدولار الأمريكي المزورة هناك صورة رأس حصان. قد سمعنا أنهم يستخدمون مسحوق مكياج ظل العيون المطحون والمضاف إلى الحبر. يرى المجرمون حول العالم إضافة كل ميزة حماية جديدة أنها تحد آخر لمهاراتهم في التزوير. كيف يبقى جهاز الأمن السري متقدماً في لعبة التزوير هذه المنتشرة عالمياً والتي يحفزها الطمع؟ تواجه العملة الأمريكية التي يرغب الجميع في الحصول عليها المزورين في جميع أنحاء العالم، مما يجعل جهاز الأمن السري في عمل دائم. إذن فجهاز الأمن السري لا يحمي الرئيس الحالي فقط، بل يحمي الرؤساء المتوفين أيضاً. في ذلك الوقت كان ثلث العملة الأمريكية تقريباً مزوراً. كانت البنوك في كل أنحاء البلد تصدر أوراقاً مالية خاصة بها. كان ذلك شبه مستحيل بدون عملة موحدة تكشف التزوير. بالرغم من انخفاض الأعداد بشكل هائل بنسبة لا تذكر تقريباً، ما يزال التزوير مشكلة اليوم. وقد أوجد عصر الحاسوب مجموعة جديدة كاملة من التحديات. بدلاً من آلات الطباعة باهظة الثمن التي تستخدم تقنية أوفست، يستخدم الناس أجهزة شائعة كأجهزة المسح الضوئي والطابعة الملونة لصنع أوراق مالية مستقلة. لكن الهدف من ذلك هو الاستيلاء على العملة المزورة قبل صرفها، لكن لأنها في النهاية تتواجد بين أيدي الناس لا يعني أنها أصدرت في الولايات المتحدة. لذا يركز جهاز الأمن السري على الاستيلاء على المصانع هناك. كيف فعلوا ذلك؟ استولوا على عملة واحدة، عائلة واحدة، ومزور واحد في كل مرة. عرفوا هوية رجل اسمه راميرو سابولفيدا. كان راميرو مزور عملة ظهرت أساطير عنه، ولقد سمعنا أن هناك اعتقاداً أنه كان يملك مصنعاً لتزوير العملة كان موجوداً تحت الأرض. قادته معلومات مفيدة إلى مكان عام لهذا الموقع السري. كان المكان يبعد عن كالي في كولومبيا 3 ساعات بالسيارة، ويجب أن نقود المركبة على جبل الطريق فيه وعرة، ثم صعدنا جبلاً ونزلنا عن آخر حتى وصلنا إلى واد ضيق. في أعماق أدغال كولومبيا بحث جهاز الأمن السري عن الموقع كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. وحين حددنا موقع مزرعة كانت عزبة صغيرة للموز، وجدوا حارساً أخبرهم أن هذه المزرعة لرجل عرف أنه راميرو. تم تمشيط المكان كله بدقة حتى لاحظ محقق كومة غريبة من أوراق الموز. أمسك بعصا ونكزها وسمع صوت معدن. كان الشرطي الأصغر سنا جاهزا، وقد دخل مباشرة فيما بدا وكأنه فتحة حفرها أحد ما. وجد غرفة صغيرة مساحتها 10 أمتار في 12 تقريبا. لقد كان أحد أكثر معامل التزوير قوة التي وجدناها في كولومبيا، كان شيئا لا يصدق. يشتبه جهاز الأمن السري أن سابولفيدا كان يزور المال في هذه الحفرة في الأرض على مر 10 سنوات على الأقل. ربما تسبب في عبور 100 مليون عملة مزورة في هذا البلد. عند اعتقال سابولفيدا لاحظ جهاز الأمن السري فورا انخفاضا في معدل التزوير، لكن سابولفيدا مجرد مزور واحد من بين الآلاف. توجد خلفي مجموعة لأكثر من 22,400 عينة مزورة تعود إلى الثمانينيات. إنها قاعدة